مساء الخير. وردت علي مجموعة من الأسئلة، ويسعدني دوما التفاعل مع بعضها. وقبل ذلك أشير إلى أني لا أعرف كل الأشخاص، وليس لدي مشجرات أنسابهم، ولست مدعوا لأقول لأحدهم إنك تنسب نفسك لغير أبيك، فكل يدري نسبه، فكل أدرى بنسبه. أنت تدري نسبك أكثر مني، لذلك في الأسئلة من نوعها لا أرد عليها، معذرة. سأكتفي بالرد على 10 أسئلة لصلتها بالزاوية الوكيلية من حيث تاريخها وطريقتها، ومن جانب آخر أعتمد على المخطوطات، والمخطوطات ليست كلها مفعمة باليقين، فطالما تحمل كلاما مبالغا فيه، وطالما تبالغ في ذكر كرامات أهل التصوف. السؤال الأول، سيد الحسن، لقد استمتعت وأنا أسمع كلامك حول الزاوية الوكيلية. قلت: القطب الصوفي، ما هو دليلكم على بلوغ ميمون أبو وكيل هذا المقام؟ سأجيب من خلال مخطوط. وأما عن مشيخة أبي وكيل، فقد قال صاحب السلسلة الناصرية بعد كلام وانصه وآخذا عفوا بعد كلام ونصه وأخذ أبو الحسن الشاذلي عن مولانا عبد السلام بن مشيش، وأخذ هو عن أبي وكيل وأخيه عبد الرحمن المدني، وهما أخذ عن أبي يعزى. أضيف: وأما عن مشيخة أبي وكيل، فقد قال صاحب السلسلة الناصرية بعد كلام ونصه وأخذ أبو الحسن الشاذلي عن مولانا عبد السلام بن مشيش، وأخذ هو عن أبي وكيل وأخيه عبد الرحمن المدني، وهما أخذ عن أبي يعزى. أبي يعزى النور المعروف في الأوساط الشعبية بمولاي أبو عزى، دفين منطقة خنيفرة. هذا الكلام منقول عن مخطوط كاتبه الفقيه العربي بن حماد سنة 1884. ليس لدي ما أضيفه في المخطوط، لم ينشر ولم يجري تحقيقه بعد. السؤال الثاني، أين ولد ميمون أبي وكيل؟ الجواب: ولد بتادلة في المغرب، وبتادلة أبوه مسعود دفن قرب واد أم الربيع. السؤال الثالث، فهمت من كلامكم أن الشيخ أبي وكيل لم تكن له طريقة ومريدون، وهو كما قلتم بلغ مرتبة القطبانية، وفهمت أيضا أن ابنه البكر أحمد هو من أسس الزاوية الوكيلية على الطريقة الشاذلية، وهذا يعني أنه كان مريدا في الطريقة تلك بالضرورة. يهمنا هنا أن نعرف من هو شيخه في المشرب الشاذلي. مشربه الشاذلي سلف ذكره في الوثيقة المنسوبة للفقه العربي بن أحمد سنة 1884. خطوط لم ينشر بعد. وأضيف
لم يؤسس ميمون أبي وكيل الزاوية لأن الزوايا لم تكن معروفة في العالم الإسلامي في عصره، هذا على مستوى التقدير التاريخي. وعلى مستوى التقدير التاريخي دائما فإن ما ورد في الوثيقة التي في حوزة الفرنسي جوفرور، لا تزال نسختها مبتوتة موجودة لدى مجموعة من الأشخاص بالزاوية الوكيلية، لا تزال عفوا، فإن ما ورد في الوثيقة التي في حوزة الفرنسي جوفرور في حاجة إلى نقاش، ذلك أن لقاء أبي وكيل مع أبي محمد صالح لا يقبله العقل. فإذا كان أبو وكيل سافر إلى مكة سنة 515 هجرية، فإن أبا محمد صالح ولد سنة 558 هجرية، فلا علاقة بينهما لا من حيث الكرامات الصوفية ولا من حيث التبادل الثقافي المعرفي. ويعد أبو محمد صالح أول من أسس الزاوية في المغرب، فلا يعقل أن يأخذ الولي الكبير في السن الكرامات والعلم من الولي الأصغر منه. ويظهر أن الرواية نسجت لتقريب ميمون أبي وكيل من عنصر الماء، أحد الرموز الأمازيغية والمغارة وكذا الكهوف والمغارات بما هي رموز ثقافية أمازيغية، وربما لتبرير الإحداث المبكر لزاويات سيدي بوكيل منسوبة على مستوى تقدير لأبي وكيل وليس في الواقع. وإن نسب الزاوية إلى أبي وكيل لم تؤكده النصوص المتوافرة، فإذا عثرنا على نص يقول العكس سنبثه لا مانع من بثه، نحن ننقل ما هو مضمن في الوثائق مع قراءتها قراءة نقدية. وأما إن كان ميمون أبو وكيل بلغ درجة القطبانية فذاك مشهود له بلقب الشيخ في كتاب سليمان الحوات البذور الضاوية في التعريف بأهل الزاوية الدلائية، مخطوط في صفحة 227، يمكن الرجوع إلى ذلك. ومشهود له كذلك في مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار للولالي، مشهود له باستمرار كرامته في الممات، مشهود له بكرامته في الحياة وباستمرار كرامته في الممات أيضا. ولست هنا لتلاوة النصوص. والزاوية الوكيلية زاويتان، الأولى على الطريقة الشاذلية والثانية على الطريقة التيجانية. اختفت الزاوية الأولى بعد الصراع الذي خاضته الزوايا التي على الطريقة الشاذلية مع الدولة العلوية الناشئة. أقول الأولى أسسها أحمد بن ميمون أبي وكيل الملقى بوكيل الصالحين وفق ما ورد في مخطوط يعود للقرن السادس عشر، ولا أعلم السنة التي تأسست بها الزاوية الوكيلية بالضبط. والثانية تجانية أسسها محمد بن الحسن الوكيلي بعد إقدام الدولة العلوية في القرن الثامن عشر على تأسيس زاوية على الطريقة التيجانية على استقبال سيدي حمد التيجاني بفاس.
وتأسست الزاوية الوكيلية الثانية سنة 1171 هجرية الموافق لسنة 1758 ميلادية. أسسها أحد حفادات عمرو بن محمد بن عبد الرزاق وهو محمد بن محمد بن الحسن الوكيلي، وهي منسوبة للوكيلي الثاني نسبا ولإحماد تيجاني طريقة أو للتيجانية طريقة. السؤال الرابع، قلتم إن أحمد لقب بوكيل الصالحين وإن تسمية الزاوية بالوكيلية نسبة إليه، هكذا نفهم أن لقب الوكيل منسوب إلى أحمد وليس إلى أبيه كما هو شائع ومعروف. وهل لقب ميمون أبي وكيل نسبة إلى ابنه وكيل الصالحين أم لا؟ الجواب، أبو وكيل ليس لقبا بل هو علم كنية، والعلم قد يكون اسما وكنية أو لقبا، والعلم قد يكون اسما أو كنية أو لقبا. يقول ابن مالك، اسم أتى وكنية ولقبا، فكل من يحمل اسم ميمون فكنيته أبو وكيل، وعلى هذه الشكلة فكنية محمد أبو عبد الله، وعلي أبو الحسن، وعمر أبو عثمان، وعمر أبو حفص، وقس على ذلك، وقس على ما لم يقال. إذن أبو وكيل كنية، أبو وكيل كنية وليس لقب، ووكيل الصالحين لقب. سأقدم نصا في شأنه، يقول ابن علي حشلاف، والوكاليون أصلهم من وزيز نحو سجن مسا، وهم من بني وكيل دفن وزيز نمسعود دفن أم ربيع بنواحي سادلة عند قنطرته، وأما من لم يكن من نسبه فهو دعي كذاب، وواسطة عقدهم هو السيد يحيى بن عبد السيد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زكريا بن يحيى بن عيسى دفين ملوية، والد الحسن دفين قبيلة بن تزين من الريف، ابن أبي وكيل دفين زيز بن عبد العزيز بن علال بن جابر بن عمران بن أحمد بن محمد بن عياد بن القاسم بن مولانا إدريس. وأما الوكيليون دفين سماحة وأولاد أبي وكيل صنهاجي دفين دكالة وأولاد أبي وكيل دفين الصحراء فهم مرابطون ولا نسب لهم في الجانب النبوي إلا من جهة الدين لا من جهة الطين. منقول عن كتاب سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول تأليف سيدي عبد الله بن محمد بن الشريف بن علي حشلاف، طبع بالمطبعة التونسية بنار السوق عدد 57 تونس سنة 1347 الموافق لسنة 1929 الصفحة 96. إذن أبو وكيل كونيا ووكيل الصالحين لقب. السؤال الخامس، أظن أن المنصور قال في الإبانة أن أبناء أبي وكيل خمسة فقط ولم يذكر محمدا. الجواب، لم يذكر محمدا لأنه اعتمد نسخة من الوثيقة التي ظهرت لدى الفرنسي كوفرور، وهي متداولة في الزاوية الوكيلية كما سلفت إليه الإشارة، وهي التي نشرها بالحرف الإبانة عن المغمور. وقد اعتمدتم خطوطا أخر، يقول إن أبناء ميمون أبي وكيل ستة، وليس هناك ما يستدعي التعليق. السؤال السادس، قلتم دفن أحمد بن ميمون بجوار جده أبي وكيل وهو أبوه، قلت ذلك بفلتة لسان، معذرة.
وفي سياق الحديث ثبت أنه أبوه، يفهم أنه أبوه. السؤال السابع، هل توجد نصوص مذكور فيها ما يثبت بلوغ محمد بن محمد بن الحسن الوكيلي القطبانية؟ الجواب، يستفاد من ظاهر تعيينه أمر الزاوية الوكيلية أنه فقيه، وأنه درس بجامعة القرويين ألفية بن مالك، وذكره ابن زيدان في كتابه إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرات مكناس، يمكن الرجوع إليه. سؤال ثامن، ما معنى قولكم فصلت عنها الممارسة الطرقية؟ الجواب، بعد سنة 1858 أصبح نظار الزاوية الوكيلية أصبحوا قبليين عشائريين لا يحملون الطريقة الصوفية، وفي بيت الزاوية لا تمارس الطريقة الصوفية، لا تقرأ، لا تتلى الأوراد، بل بني للتجانيين بيت لتلاوة أورادهم بعيدا عن دار الزاوية. السؤال التاسع، ما هي الفروق الثلاثة المكونة لقبيلة قصر الزاوية الوكيلية في الزمان الحاضر؟ الجواب، فرقة تزروت يسكنون فوق درع صخري يسمى تزروت بالأمازيغية، والفرقة الوسطى أتومس بالأمازيغية، وفرقة أتعمر. السؤال العاشر، هل يجوز في وقتنا الحاضر نسبة الزاوية إلى الطريقة التيجانية؟ الجواب، لا يجوز. توفي آخر التيجانيين في السبعينيات من القرن الماضي، ولم يعد بيت التيجانيين قائما، لا وجود له في الحال، ولا تحتضن الزاوية في الحال أي طريقة صوفية. وهناك أسئلة أخرى حسن الإجابة عنها وهناك أسئلة أخرى حسن الإجابة عنها على الخاص. ربما سأكتفي بهذا القدر. أجدد لكم التحية، وسأعود إلى الموضوع عند الطلاب. شكرا على متابعتكم، والسلام عليكم.